لأنك تهتم بي. نحن نعيش في هذا العالم ونتشاركه مع الميكروبات المختلفة كالبكتيريا. جهاز المناعة لديه قدرة عظيمة على مكافحة الميكروبات الضارة، ولكن أحياناً لا يستطيع من القيام بهذه المهمة بمفرده، حينها نعتمد على المضادات الحيوية. عام 1928 تم اكتشاف المضادات الحيوية كعلاج يقضي على البكتيريا، ومن حينها منعت من انتشار الكثير من الأوبئة كالزهر والسل وأنقذت حياة الملايين. دعوني أشرح لكم آلية عمل المضادات الحيوية. تعمل المضادات الحيوية على منع البكتيريا من إنتاجها لبعض البروتينات، وبسبب هذه الخاصية أصبحت المضادات الحيوية فعالة جدا في القضاء على البكتيريا وغير مؤذية نسبيا للخلايا الأخرى بما في ذلك خلايا الإنسان والفيروسات. منذ اكتشاف المضادات الحيوية تم استعمالها أكثر فأكثر وفي حالات لا تحتاج استعمالها. الآن يتم استعمال المضادات الحيوية في نطاقات مختلفة وقد تكون ليست ضرورية، كاستعمالها في الإنتاج الحيواني من أجل حمايتها من الإصابة بالعدوى أو تكبير حجمها، وأيضا لعلاج الالتهابات البسيطة والتي يمكن الشفاء منها دون استعمال المضادات أو عندما يصاب الشخص بفيروسات نزلات البرد. وبسبب الاستعمال الكبير للمضادات الحيوية وخاصة الاستعمال الغير سليم، نحن الآن نواجه ما يسمى بالانتقاء الطبيعي. لفهم ما هو الانتقاء الطبيعي، دعونا نأخذ على سبيل المثال 1 مليار من البكتيريا. كل بكتيريا منهم تختلف قليلا عن البكتيريا الأخرى، مع اختلاف بسيط في تسلسل الحمض النووي. لنفترض أن واحدا من هذه البكتيريا، ولتكن باللون الأحمر، لديها تسلسل حمض نووي خاص والذي ظهر عشوائيا مع مرور الوقت. هذا الحمض النووي يتيح لها البقاء على قيد الحياة بالرغم من استعمال المضادات الحيوية. والآن لنفترض أن 1000 من هذه البكتيريا تصيبنا، والتي قد تشمل كل البكتيريا الزرقاء. في هذه الحالة فإن المضادات الحيوية ستكون فعالة وتعالجنا بإذن الله. ولكن مع الوقت إذا تم استعمال المضادات الحيوية بإفراط، خاصة في الحالات التي لا تستدعي استعمال مضادات حيوية، فنحن نقوم حينها بالقضاء على أغلبية البكتيريا الزرقاء، مما يفسح المجال للبكتيريا الحمراء من الانقسام والانتشار ببطء، وبذلك تكون البكتيريا الحمراء هي المستحوذة. الآن للأسف في هذا الوضع الجديد لن يكون بمقدور المضادات الحيوية من علاجنا، حيث أن البكتيريا الحمراء التي لديها تسلسل حمض نووي خاص تستطيع البقاء على قيد الحياة بالرغم من استعمال المضادات الحيوية، وحينها تسمى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو البكتيريا الخارقة. والأسوأ من ذلك أن البكتيريا الخارقة يمكنها إحداث أوبئة في حين انتقالها من شخص إلى آخر أو انقسامها وزيادة عددها، وأيضا منح تسلسل الحمض النووي الخاص بها لبكتيريا أخرى، وبذلك تجعل من هذه البكتيريا مقاومة أيضا للمضادات الحيوية، ويمكن لهذه الدورة أن تستمر وتخرج عن نطاق السيطرة مع عدم وجود مضادات حيوية قادرة على إيقافها. نحن نريد للمضادات الحيوية أن تكون فعالة عند إصابتنا بالبكتيريا. إذا استمرينا في استعمال المضادات الحيوية لعلاج عدوى غير بكتيرية، على سبيل المثال عند استعمالها لمحاولة علاج نزلات برد فيروسية، في هذه الحالة نحن نقوم بإعطاء فرصة للبكتيريا الخارقة من الاستحواذ لاستفادتها من وجود المضادات الحيوية، وهذا يمكن أن يدمر مستقبل الرعاية الصحية. نحن الآن في صدد مواجهة وقت مماثل لعهد ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية، حيث يمكن لالتهاب رئوي جرثومي بسيط من أن يودي بحياة المريض. مؤخرا قام الباحث حسام بن مأمون زواوي بمشاركة مجموعة من الباحثين بدراسة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، من بين هذه الدول الكويت، قطر، والمملكة العربية السعودية. وقد وجد العلماء أن البكتيريا الخارقة قد سببت في حدوث الكثير من الأوبئة في المستشفيات، وأجبرت مستشفيات أخرى على الإغلاق للحد من هذا الانتشار، والذي ترتب عليه تكلفة اقتصادية كبيرة. تم العثور على البكتيريا الخارقة في أماكن غير متوقعة، كوجودها في مياه البحر بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي فيه، وأيضا تم العثور عليها في بعض الأغذية بسبب استعمال المياه الملوثة لري المحاصيل الزراعية. عندما تتمكن البكتيريا الخارقة من الاستحواذ، يصبح بإمكانها الانتشار بكل سهولة. العواصف الرملية يمكنها نقل البكتيريا لمسافات بعيدة ولأكثر من 5000 كيلومتر، وأيضا يمكنها الانتشار عن طريق سفر الأشخاص. هذه المشكلة موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنه في بعض الأحيان يمكن شراء المضادات الحيوية من دون الحاجة لوصفة طبية، وفي كثير من الأحيان لا يقوم الكثير من مقدمي الرعاية الصحية والزوار باتباع قواعد نظافة اليدين، مما يساعد على انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو البكتيريا الخارقة. فإذن ما الذي نستطيع القيام به كمواطنين في هذا العالم لمنع انتشار هذه البكتيريا الخارقة؟ لا تستعمل المضادات الحيوية في حال لم تكن مصابا بعدوى بكتيرية.
قم بغسل يديك جيداً عندما تكون في منشأة طبية. كباحثين يجب علينا العمل على تطوير وإيجاد مضادات حيوية جديدة والتي تستهدف على وجه التحديد هذه البكتيريا الخارقة. بما أن البكتيريا الخارقة قادرة على التنقل والانتشار بسهولة من بكتيريا لبكتيريا أخرى ومن شخص لشخص آخر ومن بلد لبلد آخر، هذه المشكلة أصبحت مشكلة عالمية، ويجب علينا أن نكون متيقظين ومدركين لكيفية استعمال المضادات الحيوية كاستعمالنا لأي موارد أخرى حتى تتوفر المضادات الحيوية للأجيال القادمة.